خليك ورايا يا اسطى، لو تهنا من بعد نتقابل عند خليك ورايا. ها اسمك ايه؟ أني ناجح. ألف مبروك يا سيدي. هو حضرتك هتفرش الأوضة دي عيادة؟ إن شاء الله. وحضرتك دكتور في ايه؟ أنا دكتور نفسي. بطنة يعني؟ لا بطنة ايه؟ نفسي. يعني عدم لا مؤاخذة لما ايه يوجعني أجيلك. لا أنت ما تجيش، أنا هجيلك أنا بنفسي. يعني موضوع، بص حط دي هنا وتعالى معايا أنا أشرح لك، نجيب بقية الحاجة بس يلا. أنسة ندى، المحامي برا وعايز حضرتك. طيب اعملي له واحد قهوة مظبوط لو سمحتي. حاضر. ازيك يا عمر؟ أهلا. ازيك أنت حبيبتي؟ الحمد لله. اتفضل. أنا متشكرة قوي على كل اللي عملته، الصوان والنعي. عيب يا بنت، ده أنا وأبوك الله يرحمه كنا أكتر من الإخوات. أنا عارفة. أنت بتطبخي؟ هعمل إيه؟ بسلي نفسي. حضرتك اتغديت؟ لا طبعًا، أنا متعمد آجي في ميعاد الغدا عشان آكل من إيديكي. حالًا والأكل هيكون جاهز. استني بس لحظة واحدة، أنا عاوزك في موضوع مهم. تحت أمرك. مصطفى الله يرحمه قبل ما يتوفى، زي ما يكون كان حاسس إن أجله قرب، ما كانش عايز يتعبك بعد وفاته. كفاية اللي عمله وهو عايش، الله يسامحه بقى ويرحمه.
الله يرحمه. المهم أبوك قبل ما يموت صفى كل معاملاته التجارية وباع كل ممتلكاته العقارية وحولها لمبلغ كبير حطه في البنك، وكتب وصية وصى إنها ما تتفتحش إلا قدامك وقدام إخواتك. إخواتي؟ هما فين إخواتي؟ لما في واحدة فيهم فكرت ترفع سماعة التليفون وتقولي الباقية في حياتك. معني كلمت بتاعت اسكندرية وقلت لها وبعت إيميل بتاعت لندن ولا جالي ولا رد. سيبك من الموضوع ده، خليه علي أنا، أنا هعرف أوصل لهم إن شاء الله. شكرا يا زينب. افتحي الباب لو سمحت. حاضر، اتفضل يا عمر. أنت منتظرة حد؟ لا. طب شوفي يا ندى، أنت لازم تبصي لنفسك دلوقتي وتفكري بخير. مساء النور. شوفي بقى، عايزة تشتغلي، عايزة تسافري، وأنا تحت أمرك في أي. أنسة ندى. لا الدكتور. مساء الخير. الدكتور مهيب بالنشوءاتي، جاركوا في الشقة اللي جنبيكوا، الجار الجديد، عيالتي في نفس الشقة برضه. أهلا وسهلا. حضرتك مش فاكراني؟ أنا بتاع الأنبوبة. أهلا وسهلا. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أنا متشكرة جدا جدا. أهلا بيك يا فندم. بيا في حياتكم يا فندم. شكر الله سعيكم. اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. حضرتك دكتور؟ ايوه يا فندم، سايكايترست، دكتور نفسي. اه ربنا ما يحوجكوا ليا يعني. هو انا الحقيقه يعني ما رضيتش اروح صوان الرجاله لان ما اعرفش حد هناك، وفضلت اجي لحضرتك يعني لحضراتكم طبعا بعد ما الامور تهدى. ميرسي قوي يا دكتور. حضرتك تحب تشرب ايه؟ احنا كنا هنتغدى دلوقتي، حضرتك اتغديت؟ اه بجد؟ لا انا مش طفز والله يعني، بس الصراحه انا عمري ما ذقت اكل بالحلاوه دي. عرفت بقى انك جيت في التوقيت السليم. اه طبعا، بس الانسه ندى ما بتاكلش خالص يعني. يا ريت ما تعمليش علاقه بين جهازك الهضمي وجهازك العصبي، انا شخصيا بعمل كده. لا ما هو انت لو ما اكلتيش احنا مش هناكل. ايه احنا ده يا متر؟ لا اتكلم عن حضرتك بس، انا بالنسبه لي ما وعدكوش يعني. احط لك مسقعه. اوكي اتفضلي. ميرسي ميرسي. اعتبري نفسك في بيتك خالص، كلي براحتك يعني. طول عمره بيكرهني. انا فاكر شكله هو بيبص لي يوم ما اتولد، كان مكشر ومتضايق وراكبه 100 عفريت. قد ايه؟ كان عايز بنت. بنت ايه بس اللي كان عايزها؟ وفاكره ايه يوم ما اتولدت؟ انت بتدور على اي مبرر عشان تكرهه بيه، لانك بتغير على امك منه. من فضلك ما تجيبش سيره امي. بقولك بيكرهني يا مهيب، بيكرهني. بلاش، في عيد ميلادي العاشر كل الناس طفت الشمعة، كلهم إلا هو ما طفش ولا شمعة. طيب يبقى احنا نتقابل يوم الخميس الساعة 4. أوكي أوكي، بس انت بقيت أحسن دلوقتي الحمد لله.